عندنا يا حبايبي لما بيعدي على عربية الكبدة ويشم ريحتها كده ويقول الله الله على الريحة المفحفحة، حاجة كده زي العسل. النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة أو كبدة العربيات يا جماعة، حاجة كده زي العسل. بسم الله ما شاء الله، حاجة زي الفل. بسم الله، حاجة كده زي العسل، وطريقتها سهلة وبسيطة وهتعجبكم إن شاء الله. يلا بينا كده نشوف الطريقة الهايلة الجميلة دي عملناها إزاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حباب قلبي؟ عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبابي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة بتاعت العربيات يا جماعة، حاجة كده زي العسل بطريقة سهلة وهتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة انا معايا الكبدة هي زي ما انتم شايفين بقطعها عصافيري بالشكل ده اهو، شايفين انا مقطعها صغير خالص ازاي. دي كده عصافيري تمام. اي بقى كمية كبدة حابة تعمليها تمام كده اهو، بقطعها صغير خالص كده زي ما انتم شايفين معايا اهو، قطعة كده صغيرة كده خلاص. بعد ما قطعناها بالشكل ده زي ما قلت لكم قطع صغيره كده او عصافيري زي ما بنقول اهي بالشكل دوت كده تمام. هنخرط بقى بصلتين حلوين كده كبار. هنا بقى قطعت حته ليه صغيره كده ونزلت بيها زي ما انتم شايفين كده، اللي هي بتدي طعم حلو قوي قوي وفي نفس الوقت هتدي تيست جميل قوي مع الكبده تمام. كده زي ما انتم شايفين ابتدت اللي هي انها تسيح اهي كده تمام قوي. هبتدي انزل بقى ايه بكميه مناسبه من الزيت تمام اهو تمام كده. طبعا اللي هي هنا مش هتبان، لو كنت خايفه انها هتبان ولا حاجه في الكبده لا مش هتبان خالص. وهبتدي انزل بالبصل. هنا بقى نزلت بالبصل زي ما انتم شايفين معايا، حابه تقطعيه جوانح ماشي، حابه تقطعيه شرايح كده ماشي اللي يريحك او دوائر ماشي. فانا حبيت ايه اراضي جميع الاطراف، قطعت حبه كده وحبه كده زي ما انتم شايفين معايا. هنا بقى البصله دبلت معايا زي ما انتم شايفين كده تمام زي الفل. هبتدي بقى ايه اجيب معلقه من الثوم، معلقه كبيره حلوه كده من الثوم بسم الله، وده سر من اسرار عربيات الكبده يا جماعه الثوم. وهروح حاطه كمان قيمة معلقتين اتنين من الخل تمام كده زي الفل، ونديها تقليبة كده مع بعضيها كده. بقى البصلة بتاعتي كفاية عليها كده، هبتدي انزل بقى بالكبدة بسم الله. وابتدي بقى اقلبها كويس كده. نيجي بقى للبهارات اللي هنحطها على الكبدة. عندنا ايه بسم الله، عندنا ملح حسب الرغبة طبعا، فلفل اسمر، معلقة بابريكا كبيرة، معلقة شطة صغيرة حسب الرغبة طبعا، معلقة كزبرة ناشفة، توم بودر، بصل بودر، وبتاع دوت كاري. معلقة الكاري دي هتفرق كتير جدا جدا وبتخلي الريحة ايه مفحفحة تمام. يلا بقى نبتدي ننزل بالتوابل بتاعتنا اللي قلنا عليها بسم الله كده زي الفل، ونقلب بقى تقليبه حلوه كده. اخر حاجه بقى انا هحطها الفلفل، عندي بقى مخرطه فلفل حامي وفلفل بارد تمام كده. دي اخر حاجه طبعا، الكبده ما بتقعدش على النار كتير عشان ما تجلدش منك تمام. وكده الكبده بتاعتنا اصبحت جاهزه، شايفين الشكل عامل ازاي كده. خلاص الكبده بتاعتنا جاهزه وبنطفي عليها وبألف هنا وشفا.